كيف أعرف هل أنا من المعتقين أم لست من المعتقين؟ كيف أعرف هل أعتقت من النار أو ما أعتقت من النار؟ في الحقيقة ما في شيء أكيد، ما في شيء مضمون، هذا علم غيب، لكن في علامات، في إشارات، في دلالات معينة تبين هل أنت من المعتقين أو لست المعتقين. العلامة الأولى، إذا اعتقت من النار فإن شاء الله حالك بعد العتق أفضل من حالك قبل العتق. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان الإنسان بعيد عن الله تبارك وتعالى ثم أقبل عليه وبدأ يدعو للعتق، فإنه بعد أن يعتق سوف يصلح حاله مع الله تبارك وتعالى أكثر مما كان قبل العتق. العلامة الثانية، أن تسهل عليه فعل الطاعات. مثلا كان في السابق يقوم لصلاة الفجر بصعوبة، أصبح يسهل عليه الاستيقاظ. في السابق كان يغض بصره بصعوبة، أصبح يسهل عليه غض بصره، فيقبل على الله تبارك وتعالى فيهيئ الله له الهداية، لأنه أراد به خيرا أعتقه من النار فسهل له الطاعات. وإلا إذا قال قائل الحمد لله إذا كان الأمر كذا، إذا اعتقت خلاص ما أدخل النار، يلا بس اعتق من النار أفعل المعاصي كذا ما شئت. ببساطة إذا اعتقت فأنت لن تعرف، هذا غيب، وحتى لو عرفت فإن الله تبارك وتعالى لا يعطي العتق شخصا يتحايل عليه سبحانه. كيف تتحايل على الله؟ ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. فحالك بعد العتق هذه من العلامات سوف تكون أفضل، وسهولة الطاعة أسهل. بقيت علامة ثالثة أخيرة، الذي يعتق من النار ربما أحيانا، ليس دائما لا يلزم، لكن أحيانا قد يكون أن الله تبارك وتعالى يلقي على وجهه أريحية في وجه الناظر، نور ليس بياض، أنا ما أتكلم عن بياض، أريحية على وجهه، فتجده على حال أفضل من الرؤية مما كان قبل. كان محمد بن سيرين إذا دخل إلى السوق يصطف الناس صفين اثنين عن يمينه وشماله يقولون لا إله إلا الله، وكان أحد الصالحين من السابقين إذا رأوا يقولون ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وكان السابقون الواحد منهم من نور وجهه يدخل المسجد فيقول المحدث الذي يحدث من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار، ينقطع عن الدرس ويتحدث عن الشخص الداخل. وكان أحسن الناس وجها وأكملهم نورا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطاعة يتلألأ كأنه مذهبة، وكان كأنه ورقة مصحف صلوات ربي وسلامه عليه. أذكر قصة، مرة كنا في العشر الأواخر في رمضان، وكنا يعني نجتمع عند السحور، نصلي في الحرم في مكة ونجتمع عند السحور. سبحان الله، يوم من الأيام في ليلة من ليالي العشر الأواخر دخل واحد من الشباب وجلس معنا، نظرنا في وجهه فقلت لمن بقربي هل ترى ما أرى؟ قال إي والله. أقول الثاني اللي على يساري ما تلاحظ وجهه تغير؟ يقول إي والله وجهه تغير. ما أدري ماذا قال، ما أدري ماذا دعا، إلا أن وجهه غير الوجه الذي ذهب به في اليوم الذي قبله، مستنير. نرجو له ذلك ولا نجزم بشيء، إلا أن هذه من العلامات. ختاما، الله أن تعتق من النار، صرف، افعل ما تستطيع. لا يمكن أن يتجاوز رمضان وأنت لم تعتق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنفه من أدرك رمضان فلم يغفر له،